عندما يشير إلى الدعم السريع هذه المرة البرهان، الحقيقة المؤامرة على السودان ليست وليدة لحظة، وإنما هي من فترات طويلة، نظرا للعمق الإسلامي والعربي والإفريقي لدولة كبيرة مثل السودان ودولة استراتيجية في المنطقة. لكن عندما يشير إلى الدعم السريع وإلى المؤامرة ويقرن الاثنين في جملة واحدة، ما الذي يعني هذا؟ ما هي محددات هذه أو ملامح هذه المؤامرة؟ يعني ذكر الدعم السريع بالمؤامرة هو يعني مستوى أقل، لأن الدعم السريع الآن يعني كمية الجرائم التي ترتكب منذ 4 أشهر والآن دخلنا في الشهر الخامس على الشعب السوداني، كمية هذه الجرائم ونوعيتها وقسوتها على الشعب السوداني لم تجعل هنالك مجال للحديث عن الدعم السريع إلا بنبرة مختلفة. ليس فقط أن يعني تم تجاوز أن هناك مؤامرة، هذه تم تجاوزها، ليس بعد الكفر ذنب. هو الدعم السريع الذي يرتكبه هو شيء أكبر من المؤامرة نفسها، لأن هنالك متآمر. يعني المؤامرة يعني لها أوجه مختلفة ولها يعني أوجه مختلفة، أما الذي يرتكبه الدعم السريع الآن هو جرائم جنائية مباشرة على رأس كل فرد في ولاية الخرطوم وفي جمهورية السودان، على رأس كل منزل وعلى رأس كل مؤسسة. إذن الدعم السريع الذي يرتكبه الآن هو جرائم، بل يخوض الجيش السوداني في، ونحيي الجيش السوداني في عيده وهي مناسبة هذا الخطاب، الجيش السوداني الآن يخوض حربا ضروس تصادفت مع مناسبة العيد هذا العام، لأن العيد السابق كانت احتفالات الجيش في مدينة شندي. كل عام بعد عام آخر تكون هنالك مدينة يقام فيها احتفالات العيد بيوم العيد. هذا العام تصادفت الاحتفالات أو هذه المناسبة تصادفت مع هذه الحرب الضروس التي يقودها الجيش السوداني. إذن نبرة الحرب تختلف عن نبرة الكلام العادي عن المؤامرات وعن التحليل السياسي وعن الأوضاع وعن رفع شعارات حرية وسلام وعدالة. هذه الشعارات التي من كثرة ترديدها ومن كثرة المتاجرة بها والغش باسمها حتى أنها فقدت معناها. لذلك أنا أقول أن الذي كان حين يتحدث عن المؤامرة يجب أن يقرن هذا الكلام بالشفافية، وحين يتحدث عن الدعم السريع يجب أن يقرن هذا الكلام عن الدعم السريع بالجرائم، وحين يتحدث عن الجيش السوداني في مناسبة عيده يجب أن يقرن هذا الكلام بالتضحيات والبطولات والانتصارات التي يقدمها الجيش السوداني الآن بنبرة تتوافق مع نبرة الحرب نفسها، مع نبرة السلاح، مع الخطوط، مع التضحيات التي يقدمها أفراد الجيش الذين هو يريد يخاطبهم بهذه الكلمة. إذن هنالك فرق كبير جدا بين الحالة النفسية والحالة الجسدية والذهنية والفكرية للجنود الآن في الخطوط الأمامية مع الحالة النفسية والحالة الذهنية لهذه الكلمة التي يتحدث فيها السيد عبد الرحمن البرهان، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، القائد العام للقوات المسلحة. لذلك أنا من هذه الجزئية أنتقد الخطاب، كان من الأوفق أن يأتي بقوة المناسبة وبقوة الظروف وبقوة الأداء التي يؤديها الجندي السوداني. ربما هناك من يقول هذه مجرد كلمات يقولها، لكن الجيش يؤدي واجبه على الأرض وفي الميدان ويواجه الدعم السريع بكل حسم، وهذا هو الدور الأهم في مسار المعركة. نعم، وهذا هذا الجيش بما يؤديه من قوة ومن انتصارات ومن أداء رجولي وبطولة مشرفة للشعب السوداني، وأثبت وجوده على الأرض وأثبت جدارته وأثبت مهنيته، لذلك كان ينبغي أن يكافئ بكلمة في عيده من قائده العام بنبرة تكافي، وعلى الأقل تكون بنفس درجة وبنفس المستوى. جميل. هذا الذي كنت أريد أن أقول. نعم. طيب، اليوم تحدث أيضا البرهان
عن انتصار قريب للجيش والقضاء على قوات التمرد كما قال. بالنظر إلى المعارك، هل هذه البشرة تراها بشرة قريبة أم فقط مسكنات للشعب السوداني؟ المعارك، الجيش السوداني كما ذكرنا قبل قليل يؤدي أداء مهنيا وقويا، وتطاولت أمد المعركة ويمكن أن تتطاول يعني فترة في المستقبل، ليس بسبب قوة أو ضعف الجيش، ليس بسبب ضعف حتى العدو، ولكن بسبب طبيعة الحرب نفسها. هذا الذي يجعل من الصعب جدا التنبؤ بالوقت أو بالزمن المحدد الذي يمكن أن تنتهي فيه الحرب. السبب الوحيد فيما يتعلق بالتوقيت، تطاول أمد الحرب سابقا والوقت الذي تستحقه في المستقبل، هذا التوقيت من الصعب جدا التنبؤ به لسبب واحد فقط، وهو طبيعة المعركة نفسها، طبيعة المكان الذي تؤدى فيه المعركة، وهي فوق رؤوس المواطنين وفوق الأحياء السكنية ومنازل المواطنين. من هنا يأتي التعقيد لذلك. الجيش السوداني له كثير جدا من الأسلحة تم تحييدها، لا يستطيع أن يستخدمها في مثل هذه المعارك بسبب طبيعة المعركة نفسها. إذن الانتصار الذي بشر به القائد العام عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، هذا الانتصار في أي زمان منظور لا نستطيع أن نتنبأ بوقت مهما كانت الانتصارات، لأن الانتصار قد يكون في شارع محدد، ولكن في الشارع الآخر تقوم معركة أخرى في اليوم الآخر، لأن هذه حرب شوارع، هذه حرب تتنقل من منزل إلى منزل، من شارع إلى شارع، من حي إلى حي. هذه تعقيدات التي يعني توضح طبيعة المعركة نفسها، ومن هنا يأتي عدم المقدرة في التنبؤ بالوقت الذي تنتهي فيه.